جرى ايه يا غجر يا بيت سايب ملوش كاسر، اغيب اسبوعين ارجع الاقي الدنيا خربانه. خلصت يا ديجا النهارده؟ جالك قلب ازاي تخونها يا تامر؟ ها جالك قلب ازاي كده من جوه قلبك تخون الاموزه دي؟ وليه كل اللي ينفصلوا يروحوا يلعبوا جيم؟ هو الجيم ده موجود في الانفصال بس؟ لما انت تخسي يا ضنايا احنا نروح فين؟ مالكش حق يا تامر. احمد اللي فضحنا حاسس بالخطر من ايام الولاده. مين في كل بيولد؟ هو انت من ساعه ما لبست هدوم سماء الخشاب وشمتها فينا؟ يا لئيم بقى انت عامل الاغنية دي عشان سمسم مكمل الطقم من هدوم سمسم. تعب ليه ده انت واخد بضيهات السيزون كله؟ احمد هو ده بنطلون سندبات ولا انا عندي تخيلات؟ هي البافتة البيضة دي كانت ليلة مؤاخذة يعني ايه علاقتها بالبدلة؟ ولا هي عشان تدي ضي وخلاص؟ ما ترفعش ايدك عيب، احنا لازم نشوف لك كبير يترد عليه. تعالى يا عمرو شوف اخوك بيعمل ايه. نهار اسود وانا اللي قلت هتعقله. احكي لي شعورك يا احمد لما سرقت هدوم سمية الخشاب، الحلق ده كان بتاعها ولا انت قلبته من بنتك اللي لسه مولوده؟ بصراحه انا اتبسطت غير عادي. اهم حاجه ان انت تبقى اتبسطت، بس هي تقريبا ما اتبسطتش ان انت سرقت هدومها. انت عشان جبتها بطله تاخد البادي بتاعها. امي انت لابسه سلوبيت كاب ازاي؟ يعني اعقليها كده، هتتنططي هتفضلي طول النهار مسكنه ايديكي كده حاطه ايدك على قلبي خايفه لا يحصل حاجه؟ شايف زميلتك مزنوقه ساعدها اديها هدومها، عيب كده. هو احنا دخلنا جهنم ولا ايه؟ كميه المنكر اللي على الترابيزه ده، ابليس واقف بيسقف لكم على الباب بره. ممكن سويرس هو انت عايز تعمل بيبي؟ طويله شويه مش عارفه اتصرف. وليه يا حبيبتي تجيبي حاجه طويله عليكي؟ شلحيها عارفه؟ شلحيها كده. برافو عليك. اكيد انت مش قصده تقولي حسام، يعني حسام لا سمح الله انه مش جدع مثلا. ده لما يقول لك انا راكب الجزمه وجاي، مصيبه سودا لا تطلع موضه. احنا عندنا ناس كتير بتحب تقلد، شفتوا؟ لقى الترند بتاع مراته مش جايب همه فقال لك اركب الجزمه. راجلي تعرفت عليه 5 شهور عرست. 5 شهور عملتوا ايه؟ انا اسفه والله بس مش فاهمه اللغه. عرست شهرين جبت تبارك الله معناها بنتي. كانت مجمده ولا كانت جاهزه؟ هي فيها هي مش الحمل 9 شهور؟ يمكن انا عشان غايبه عن الساحه بقالي كتير ما اعرفش ان هم خفضوها لشهرين. تتضرب يا مضروبه. اهي هو الريش ده مش بتاع الصباحيه ولا انا عندي تخيلات؟ هو انتوا عملتوا الدخ لاخويا قبل الفرح؟ ده احنا بنجيب الريش ده وبنتكسف نطلع بيه على اهالينا. الحمد لله. استنوا، في واحده معاكم في الاوضه، انتوا اندمجتوا كده ليه؟ اه يا لئيم انت وهي شاربين زبدو؟ لسه على الهواء مباشره. توافقين؟ خطبتها فين؟ تاني خطبتش على الهواء؟ قالت لي موافقه. ما خفتش عليها لا تاخد منك برد؟ انا ما عنديش رد بس هخلي طنط ترد عليك. خش عليهم يا طنط. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله. ليش أنا عيني قافلة بس عشان عندي برد؟ والله هتفتح بكرة إن شاء الله.